بينا في الاستماع وتود سويت نمشي والأميمة في كارتاج لاند الحمامات. نرجع لك أميمة. غو بونجور. و بونجور أسامة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو ميد. أسامة مازلنا احنا متواجدين في كارتاج لاند الحمامات، برشا برشا جو أسامة لهنا، ما نحكي لكش حاسيلو طقس ديجا قاعدين ديجا قاعدين نسمع غيرات الكل هنا ديجا قاعدين نسمع في برشا انيماسيون برشا جو من عند الصغار، وكما قلت طقس يعمل 66 كيف، دونك العباد اللي يسمعوا فينا تود سويت نمشيو الكارتاج لاند. تفضل أميمة. برشا انيماسيون كما قلت وسام لهنا وبرشا جو، صغيرات لهنا كل عاملين جو وجايين يكتشفوا اليوم في الاتراكسيون باربروس. وسام معانا سي عبد القادر السيكري المستشار الثقافي مدينه الالعاب كارتاج لاند والمدينه المتوسطيه بالحمامات، باش يعطينا فكره على شنو هي وسام الاتراكسيون هذه والتاريخ نتاعها، وباش معناها باش نكتشفوا اكثر للمستمعين زاد يكتشفوا معانا شنو هي الاتراكسيون، وباش يقدم لنا الاتراكسيون الجديده نتاع كارتاج لاند خاطر هو ديجا مستشار ثقافي وعنده فكره اوضح على الاتراكسيون هذه. مرحبا بك عبد القادر. بونجور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه راديو ميد دره المتوسط ونصان دو ميتراني. تحيه اليكم ولكل المستمعين الافاضل. بالنسبه للبربروس هي معارك بحريه في القرن السادس عشر رولونسمون، وهي العاب بربروس هي رولونسمون لأن المدينة المتوسطية في الحمبات ومركب الألعاب كارتاج لاند في ضمن مؤسسة وطنية هي قولينا القابضة حرصت على الاستثمار الثقافي، حرصت على الاستثمار الثقافي. مركب الألعاب كارتاج لاند هو مركب ترفيهي، كل ألعابه تحيلنا إلى عظمة الحضارة القرطاجية. إذا أيضا المدينة المتوسطية اسم الحمامات كل معالمها مستوحاة من روائع العمارة التونسية، تونس درة المتوسط، تونس حضارة 3000 سنة. بالنسبة لبربروس هي عودة في التاريخ، هي لعبة على مجرى مائي تذكرنا بروعة الأحداث في القرن السادس عشر، الصراع الإسباني العثماني في القرن السادس عشر ومغامرات الإخوة بربروس. مرحبا بالصغار والكبار لنعود إلى عبق التاريخ، إلى تونس درة المتوسط محل صراع أيقونة البلدان، تونس درة البلدان مركز الحضور. في القرن السادس عشر كان الإخوة بربروس ومغامراتهم البحرية ملأ الدنيا وشغل الناس، وبقي تونس شاهدة على عراقة الزمان والمكان. مرحبا بكم في المدينة المتوسطية اسم الحمامات في مركب الألعاب كارتاج لاند حول لعبة بربروس، لنكتشف التاريخ، لنعود في عبق التاريخ، في عظمة الفانتازيا التاريخية، الحقيقة والخيال بين ذلك وذلك. هي جو من الترفيه والمعرفة والأحلام، هي تثمين للتراث الثقافي التونسي، لعودة الصغار والكبار نحو التاريخ العريق لتونس، تونس حضارة 3000 سنة. نعود إلى عظمة بربروس، إن مؤسسة الوطنية بولينا القابضة ومركب الألعاب كارتاج لاند يعيد لعبة بربروس في حلة شيقة. مرحبا بكم لنكتشف مغامرات الإخوة خير الدين وعروج في جو شيق، ونكتشف مجال الصراع العثماني الإسباني في ذلك الوقت. يا عبد القادر، إلى أي مدى معناها الأتراكسيون هذه تحاكي القصة الواقعية للإخوة بربروس؟ هذه القصة تستجيب بطبيعة الحال في إطار جو درامي تراث ثقافي فانتازيا تاريخية، تجمع خوابولي يعني ثلاثة مجالات روازاكس، ثلاثة محاور الفن والمعرفة والفانتازيا التاريخية، يعني باحترام المعايير البيداغوجية. وتعرف نحن كمركب العاب كارتاج لاند يعني نحن كونفنسيوني مع وزارات التربية والمرأة والطفولة، يعني مؤسسة وطنية، يعني مركب الألعاب كارتاج لاند ألعابه على الحضارة القرطاجية، ولعبة بربروس أيضا تحيلنا إلى مجال الصراع في القرن السادس عشر مع نهاية الدورة الحفصية. في نهاية القرن الخامس عشر ومنتصف القرن السادس عشر كان صراعا مريرا بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الإسبانية بين شارلو كان وسليمان القانوني وقبله سليم الأول. لعب الإخوة خير الدين وعروش ذوي لحية الصهباء بربروس أبطال البحر البواسل في ذلك الوقت، لعبوا دور كبير بين وكلاء الدورة الحفصية في طار السواحل ثم تابعين للدولة العثمانية خاصة مع 1516-1519. إذن هذه اللعبة تستجيب للحد المعقول للمعايير التاريخية الموجودة مع احترام، يعني لكي تفتح للأطفال صغارا وكبار شبابا وكهول مجال البحث التاريخي لزملك، وتستجيب أيضا لمعايير الفانتازيا واللعب والمجال يعني الترفيه. يعني نلعب مؤسسة
كارتاج لاند والمدينة المتوسطية بين الحمامات، وخاصة في إعادة تجسيد لعب بربروس، إعادة فتح الشبابنا على جزء من تاريخ، جزء من تاريخها العريق، فهي تحاكي تستجيب للمعايير الموضوعية للتاريخ، لكن في جو ترفيهي فانتازيا تاريخية تجعل تقرب شبابنا من رؤية تاريخية معينة، فيفتخر ببلده تونس ذرة البلدان، تونس المبتغى، تونس بلد الحضارات، تونس بلد التسامح. فمن خلال أجواء الحروب والصراع نستعيد جو السلام هنا، فالشباب الناشئة تثمين التراث الثقافي هو في عمق تكوين الناشئة، فهو الهدف والمبتغى، فهي مؤسسة وطنية. مرحبا بكم في بربروس صغارا وكبارا، العودة في التاريخ إلى أجواء القرن السادس عشر. أسامة كانت هذه لمحة مطولة على الاتخاكسيون بربروس، هك شفت ديجا تفاصيل، أبرز تفاصيل تاريخ الأخوة بربروس. دونك تاريخ كبير برشا، معناتها ينجموا حتى الصغيرات والعائلات يعيشوا اللحظات التاريخية كما قال سي عبد القادر الساكني، اللي هي من القرن 16 16. دونك ينجموا يجيوا الصغيرات الأولياء يعودوا يرجعوا باللحظات هذيك اللي صارت في القرن 16، وفي تاريخ زاد الإخوة بربروس يعيشوا اللحظة مع الجو مع فريد، ولكن تاريخ كامل زاد موجود عند الإخوة بربروس. دونك مهمش باش يندموا العباد اللي باش يمشيوا، سرتو مع العطلة، سرتو مع وتات طقس مزيان برشا، هوكا الناس تنجم تستغل الطقس هذايا مع الشميسة المزيانة انها تخرج الكلها تتفرهد. تاريخ طويل كيف ما قلت أسامة، ما نجموش نختصروه في 5 دقائق ولا 10 دقائق، إن شاء الله نكون وصلنا لمحة للتاريخ الإخوة بربروس، وإن شاء الله باش يكون عندنا مداخلة أخرى باش نشوفوا رأي الزوار اللي جاوا لهنا، سيرتو صغيرات أسامة على الاتراكسيون الجديدة هذية. وكما قلنا أسامة، الاتراكسيون هذية للصغار وللكبار بالحق بالحق باش تفيد سيرتو صغيرات زادة برشا، سيرتو اللي فيها دوكيمونتير فيها 20 دقيقة باش يحكي على تاريخ تونس، أبرز مراحل تاريخ تونس. دونك صغار وكبار ما عليهم كان اليوم يجيو في ساعة الكارتاج لاند الحمامات باش يكتشفوا الاتراكسيون الجديدة هذه بربروس. واضح، شكرا لك أميمة، نرجع لك بتبيعة في ديزانترفيو أخرين، دونك تعطينا الأجواء العامة بتبيعة. أنتم تكلمونا تتسويت على 72-328-500، تشاركوا معنا في المغامرة كبيرة من كارتاج لاند الحمامات الخوات بربروس والمعسكر متاحهم، باش تكونوا حاضرين وتعيشوا لافونتور جديدة، اكسبيريونس كبيرة برشا باش تكتشفوا لستوار دو بربروس. سينما زادة 5 دي باش تكون حاضرة لاتراكسيون دو بربروس، نذكر بيه ان فواياج اترافير لو طون لو طون دو بيرات، وانت تعرفوا فيها حكايه الاخوه بربروس اعظم قراصنة عرفهم التاريخ. الاكسبيريونس تبدا في باتو يقدم في الماء ويحوس بكم ميني بوك الي بوك، باش تلقاو زاده ديزيفي سبيسيو اون تيرم دو لوميير، باش تلقاو الصون، باش تلقاو انيماسيون كبيره برشا، جو كبير برشا في تاريخ بربروس وحياته اللي تسمعوها توتولون دو باركور. نذكركم زاده اللي سيركوي موجود فيه، نحكي لكم عليه شويه، لو بالي ميل انوي، تلقاو زاده دي ميزون سين من ناحيه البيات، دوره في متحف الديانات، وكما قالت اميمه وكما قال سي عبد القادر، دونك تلقاو دي كومونتير من 20 دقيقه على الاستوار نتاع تونس. زاده اتراكسيون بربروس تلقاوها في قلب سيركوي كولتوريل، واللي هي في حد ذاتها مغامره عبر التاريخ، نتعرفوا فيها على حكايه الاخوه بربروس اللي باتاي نتاعهم، وبالطبيعه في المدينه وفي البارك حاضرين دي ميزون سين دو باتاي نتاع قراصنة، شو وسبكتاكل كبير برشا. دونك ابارتير من اليوم، نذكروكم ابارتير من اليوم 17 مارس 2019، ويتواصل معكم حتى ال 31 مارس 2019. مازلنا مواصلين معكم بالموزيكا وراجعين معكم.